اهلا بكم بعد نهايه مباراه الاهلي مع حريه الغيني او الحريه الغيني بالتعادل السلبي 0-0. الاهلي يحقق نتيجه مرضيه الى حد ما ومعقوله الى حد كبير، لكن على الاهلي الحذر في مباراه العوده التي تقام يوم 22 سبتمبر الجاري باذن الله. كل التوفيق للاهلي. على الجميع بقى وعلى الجماهير تحديدا الحضور بكثافه رهيبه في مباراه العوده، ايا كانت ملعب المباراة أو أيا كان ملعب اللقاء، إن شاء الرحمن يكون داخل القاهرة بإذن الله بإذن الله تعالى على استاد السلام، ولو ما كانش على استاد السلام على الأهلي وجماهيره أو على جماهير الأهلي تحديدا التواجد بكثافة رهيبة في مباراة العودة. مع نجومنا والتحليل التفصيلي لمباراة الأهلي والحرية الغيني مع كابتن عادل طعيمة وكابتن حمادة وكابتن أسامة. كابتن عادل، رأيك في اللقاء والنتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الفرص السهلة الضيعة. يعني كم الفرص، الشوط الاولاني 4 فرص، الشوط الثاني 3 فرص، كلها انفرادات، فرص سهله جدا مش محتاجه اكتر من ان انا اكون مركز علشان اجيب اهداف. نجوم المباراه احمد فتحي وازارو وكل بالي. علي معلول كنت متوقع ان هو اداؤه، انا قلت ان هو كان مرهق او كده، خاب ظني، لان الحقيقه كان مشرف جدا. صحيح. حتى اللي نزل ايمن اشرف نازل بيحلق، يعني علي معلول هو جاي مرهق وجاي تعبان، ما كانش في حالته، ما كانش الاداء اللي احنا منتظرين منه. في علامه استفهام بالنسبه لاثنين مواليد 97، ناصر ماهر وصلاح محسن، الحقيقه مش قادرين يجروا. فانا يعني انا مش، هل ده حمل زياده ولا طبعا في اعذار، بس انا ما بليش دعوه بالاعذار، الاعذار دي مش في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه اللي لفت نظري ليها وهي انه في ناس راضيه بالتعادل، جمهورنا مش راضي بالتعادل، احنا عايزين نكسب ماتش زي ده، لازم نكسبه. 3 بوند دول مهمين جدا النهارده عشان نكسبهم. الحاجه الثانيه الملعب طبعا تحس انه ملعب هاند بول مثلا، صغير شويه صغير جدا، وبعدين الفرقه فيها صحيح كم عنصر كويس بس ادائهم متواضع. ما شكلوش خطوره خالص على الشناوي تقريبا. يعني مفيش حاجه، استحواذ ومحاولات فرص بس مفيش فرص ضايعه كده. انما انت فرصك كتير اسهل أوي. اسهل كتير كتير قوي. اسهل. وسط الملعب احنا في فتره فقدناها. اسلام محارب علامه استفهام، المفروض على اسلام محارب، المفروض ان هو كان في سموحه والسنه اللي فاتت كان مش عايز يخش في ذهن الجمهور ان اسلام محارب لاعب بديل ينزل في 3 ساعة نص ساعة. الكلام ده لو دخل في دماغ الجمهور دي مش في صالحه. المفروض اسلام محارب في السن ده ومن اشبال النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي، ولما كان بيلعب في الجونه ولما كان بيلعب في سموحه كان اداؤه قد كده. بس 20 مره يمكن لما راح ناحيه اليمين عمل محاولتين، واحده خطيره جدا لصلاح محسن وواحده لوليد ازار. في الجانب الدفاعي يا كابتن مفيش ان انا اخش واترس واخد. انا بدي لك احساسي كمدرب. انا لما اخش عشان اخد الكوره. كل واحد بكلامه بيعبر عن شخصيته، اترس واخد، دي شخصيه كابتن عادل طعيمه. كابتن حماده، رايك والنتيجه؟ طبعا النتيجه يعني مرضيه زي ما انت قلت لحد ما، بالنسبه للظروف اللي شفتها في الملعب، فرقه كويسه، مفيش خطوره خالص على مرمى النادي الاهلي، زي ما انت قلت استحواذ، لكن مفيش خطوره. برضو افتقدنا يمكن ما كانش موفق ناصر ماهر في حته صناعه اللعب، اللي انت بتلعب بره، يعني انت بتلعب بره انت مستني المساحه اللي تقدر تشتغل فيها بفرصه بفرصتين. بتكلم على الشوط الاولاني، وليد ازارو كان عمل مجهود رائع جدا، ولكن اجهد نفسه بشكل كبير، افتقدته لما تيجي تستلم الكره بتفتقد التكمله بتاعته، وكان لازم هو يرتاح شويه في حته الضغط الكتير. يعني في عمل مجهود كبير جدا، انت لا استنى، ده انت هنلعب على الفرصه بتاعتي اللي تيجي لوليد ازارو. الشوط الثاني والتغييرات اللي حصلت، وليد ازارو كان رائع الشوط الثاني، صنع يمكن تحركه في واحده لصلاح محسن، انفراد ضيعها، الكره الثانيه هو اللي بقى عامل التمريره لصلاح محسن. يعني المساحات اللي شفناها النهارده في ظهر فريق حريه مش هتلاقيها في مصر. فالفرصه النهارده كانت عندك ان انت تقدر تسجل هدف، كان سهل جدا. بعض محاولات، مش اقول فرص بتاع الشوط الاولاني، محاولات، ولكن الشوط الثاني جات لك فرصتين اللي انت دايما
بقى تقتنصهم بره. يعني بره انت ما بتبقاش وان سايد جيم، لا انت بره بتدافع كويس في كل ماتشاتك، واي فريق بتعمل معاه كده وبتستغل فرص من الحاجات ديت اللي تقدر تستغلها وتجيب هدف. اللي جات لنا الشوط الثاني، الشوط الثاني جات لنا فرصتين اللي النسبه عاليه قوي فيها 90% لازم تتسجل بتاع صلاح مصر. ما استغلناهاش. الفريق فيه عناصر كويسه جدا طبعا بتاع حوريه، زي ما انت قلت لازم ابقى حذر بقى في مصر. مصر هتلاقي صحيح. الملعب كويس، الاجواء اللي هي تختلف، المساحات هتبقى عندك انت، مش بالظبط هتبقى عندك انت مش عنده فعندهم سرعات وعندهم انت هتبقى خطوطك متقدمه شويه صحيح. فممكن يظهر مساحات عندك، فلازم تقف كويس تدافع كويس هنا وتستغل بقى الكره السريعه بقى والضغط الجماهيري والضغط، وفي ما بتلعب في ملعبك النتيجه بالنسبه لك نتيجه مرضيه صحيح. يعني انت ما جاش فيك جون، كان ممكن واحده تقلش بتاع تيجي فيك جون تبتدي تكهرب لك الماتش اللي في مصر. فالحمد لله النتيجه مرضيه الى حد ما، ولكن ده شوط خلص، في شوط تاني في مصر يا رب نقدر نستغل الحاجات اللي تتاح لنا في مصر ان شاء الله. طيب يا جماعه يعني حاول نكلم كريم احمد او لو في لقاءات هناك ناخدها، وكمان عايزين نطمن على سعد سمير ووليد سليمان، عايزين نطمن على سعد سمير ووليد سليمان. كابتن اسامه رايك والنتيجه؟ كنت بكلمك يا كابتن سيد قبل المباراه وقلت لك اهميه الفرص. جالنا في مباراه الترجي فرصتين طول 90 دقيقه، وليد ازارو استغل فرصه منها، فرصه ثانيه ضاعت، قدرت تطلع بتلاته بونت. النهارده يعني في مباراه بره ملعبك، لا انت وصلت النهارده ووصلت كمان في الشوط الاول والشوط الثاني. ادي لك ارقام، انت عارف ان الاهلي 10 محاولات على المرمى، الاهلي 10 محاولات على المرمى منهم اربعه او خمسه داخل الست. يعني انت بتتكلم في عدد وصول كويس جدا بره ارضك، وفي فرص كتير كمان. يعني النهارده صلاح محسن الشوط الثاني لا هدفين هدفين ممكن يخلصوا لك المباراه. اتكلمنا على خط ال، بس عندي ملحوظه بس، اتفضل. حد ملاحظ ان اسامه بره الهوا حاجه وجوه الهوا حاجه ثانيه خالص؟ قال لي بره الهوا. على ايه؟ لا ما اتكلمش على التحليل. بره يعني الدنيا بيبقى متحفظ على الهوا كده. اتفضل يا كابتن اسامه. لا مش متحفظ ولا حاجه، بس النهارده فعلا يعني النادي الاهلي وصل. على الفنيات بتتكلم يعني الشخصيه، انت عشان العزومه بتاعتك النهارده فانت برضه يعني واخد الباور. انا اشكرك على الهوا على الاكل. ما انا برضه المره اللي فاتت ادوا الباور، هو اللي عزمنا وكل حاجه تمام. المره دي بقى يعني مفيش اي باص. طيب شخصيتك بتختلف، بقول لك بتختلف. لا انا في الدور الثاني، يعني في الماتش الثاني ان شاء الله، ماتش الصعود. اتفضل يا باشا. فالنهارده ظهرت الفرص، وظهرت فرص كتير في الشوط الاولاني، الشوط الثاني فرص محققه كان لازم النادي الاهلي النهارده يستغلها ويحسم الامور مبكرا، بدايه من غنى، يعني ما يستناش المباراه الثانيه. اتكلمنا على خط الدفاع بتاع حوريه الغيني، قلنا هيبقى عندهم مشاكل، فعلا المشاكل ظهرت النهارده صحيح. ما بيوقفوش الوقفه السليمه بتاعتهم، في دايما الاثنين ديفنس والاثنين باكين دايما في مساحات في ظهرهم. النهارده شفنا اسلام محارب بيعمل باصة يعني سحرية من لمسة واحدة لصلاح محسن، راح يعني هو عايز حد يحطها بسن الجزمة أو سن الحذاء، لا كان لازم بطن رجله في زاوية خلص بيها. الكرة الثانية اللي جات له اللي عملها وليد أزارو وعايز يشوطها بجسمه، لو أنت عايز تشوطها من لمسة واحدة بشمالك لازم تشوطها في الضيقة البعيدة صعبة أو ممكن تقف عليها وتلعب. أنا أروح للثانية دي، إن هو يقف عليها، لأن يقف عليها كان في مسافة الوقت لو هو واخد القرار عايز يشوطها ممكن يشوطها في الضيقة، شوطها في الضيقة بقوة بوش رجله، أو يقف عليها كان عنده ممكن وقت إنه ممكن يركنها في الزاوية البعيد. لكن النهاردة يعني كنا إحنا بنتكلم ممكن الأهلي يكسب أو يتعادل، ده لسه شوط أولاني، لازم يتم التحضير للمباراة الثانية، وأنت عندك وقت لسه إن شاء الله حوالي أسبوع. المباراة الثانية يوم 22، عندك وقت إن شاء الله. الفرقه راجعه النهارده طياره خاصه، عندك وقت اللعيبه هتريح، تقدر تعالج لو في اصابات تقدر يعني تشتغل عليها خلال الفتره الجايه بحيث ان اللعيبه كلها تبقى موجوده. وليد ازارو النهارده طبعا بذل جهد كبير جدا، النهارده كان بيتحرك، كان بيحاول في كل كوره، كان بينزل يستلم من تحت، كان بياخد في مساحات. فالنهارده وليد ازارو طبعا عمل مجهود كبير. الخطوره بتاعت حريه الغيني كلها هي متمثله في لاعب واحد اسمه مانديلا، هي دي الخطوره كلها. رقم 30 احنا قلنا عليه، رقم 30 كان ناحيه احمد فتحي يعني ما شاء الله كان برضو يعني واقف خطورته بنسبه كبيره جدا، بالرغم انه كان بينزل او بيتحرر عشان يستلم، لكن احمد فتحي كان قافل الحته اليمين، الخطوره بتاعته ما ظهرتش. وهي الخطوره بتاعت حريه هي متمثله بس في مانديلا. نتمنى ان شاء الله يوم السبت جمهور النادي الاهلي زي ما انت قلت يا كابتن سيد، مهمه قوي 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 فعلا،
فريق النادي الاهلي محتاج جمهوره يوم السبت يوم 22 في مباراه حريه الغين. احنا مباراه كمبالة كان الجمهور عدد قليل، ممكن الناس يعني ارتكنت مثلا ان النادي الاهلي صعد خلاص. المباراه خلاص مضمونه، لكن فعلا النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي محتاج جمهوره يوم 22 ان شاء الله، ويكون الاستاد يعني على اكبر عدد من الجماهير موجود. او انت لا تعزم بقى يوم 22 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عادل، انا قلت يعني مباراه ممكن تبين ان النادي الاهلي اعلى، والنادي الاهلي اكثر خطوره، والنادي الاهلي اكثر خبره، والنادي الاهلي اعلى تكنيك، والنادي الاهلي اخطر في كل حاجه، لكن خلي بالك هم عندهم عناصر كويسه، والعناصر اللي هنا وانا ببقى قلقان جدا جدا من المباراه اللي احداثها بتبقى غريبه، مباراه يوم 22 على الاهلي الحذر من بعض النقاط، لازم نكسب طبعا ان شاء الله الرحمن، ونتيجه النهارده ان هي تعادل 0-0 نتيجه خداعه، يعني صحيح انت تكسب باي نتيجه توصل، لكن في نفس الوقت هو كمان عنده فرصتين، ما بيلعبش على فرصه واحده، هو بيتعادل تعادل ايجابي يصعده او لا قدر الله يكسب، فعلى الاهلي الحذر. لكن كمان مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا ان هم عندهم سرعات، سواء محمد مامادو دوت او مانديلا. كابتن عادل دي ما تخوفنيش، انما انا هاجد برضو عذرين للولاد النهارده، لان انا في المقدمه يمكن كنت شديد شويه. طول عمرك ابو كابتن. هقول انه مثلا كان في الملعب ضيق، الملعب كان فيه نجيل عاليه مع طين، ان اللعيبه كلها بتتزحلق، مع درجه حراره واضح انها كانت عاليه جدا ورطوبه عاليه جدا. اوكي. انما ده لا يمنع ان انا النهارده لما الاقي احمد فتحي اكبر واحد في الملعب بيأدي هذا الاداء الرجولي مع درجه الحراره ومع الملعب. طب انا هقطعك بس، انت بتقول حاجات فانا بدي لك باكد على كلامك يعني. تمام. احمد فتحي من اكتر الناس اللي قطعت كوره مثلا مؤثره، 7 كولوبالي اكتر واحد عمل تمريرات طوليه 13 تمريره طوليه، اكتر من منع تسديدات مؤثره على المرمى 4، علي معلول زي ما حضرتك ذكرت اكتر واحد النهارده عمل عرضيات، عمل 9 كرات عرضيه خارج ارضك، وده عدد كبير مش قليل. صلاح محسن اكتر لاعب قام بمحاولات على المرمى رغم ان هو نزل حوالي 25 دقيقه ولا حاجه، 4 محاولات على المرمى منها 2 صحيحه بس، يعني في واحده كان هو مش موفق فيها والتانية عملها بشكل كان ممكن يعملها أحسن من كده. حسام عاشور أكتر لاعب عمل تمريرات صحيحة بنسبة 97%، 37 تمريرة. هشام محمد فاز بالالتحامات الثنائية 5 بنسبة نجاح 100%. ناصر ماهر أقل لعيب في النادي الأهلي في عدد التمريرات مع أن دي شغلته في الملعب المفروض يعني. تمام. ولم يفز بأي التحام مع الخصم. اتفضل يا محمود. باكد على كلام احمد فتحي وعلي معلول. اثنين بقى في اثنين 97 ناصر ماهر وصلاح محسن. يعني حتى صلاح نازل اخر ثلث ساعه. حضرتك بتتكلم على الرغبه يعني. بتتكلم الرغبه ولا الرغبه والتركيز. انا لما اكون فيرويد وجاي من منتخب مصر وعامل جايب جول ومعنوياتي في السماء، المفروض الكوره الاولانيه ديت الانفراد الاولاني، المفروض ان انا زي ما بيقول كابتن اسامه كده ما تتعملش بسن الجزمه. دي بتتعمل بصباعك كبير كده وتروح عاملها من فوق حارس المرمى في الزاويه البعيده. الثانيه واحنا بنتفرج في حد من اللي قاعدين في الاستوديو قال ليه ما تقلش عليها؟ هو الراجل ما لهوش علاقه بالكوره ولا ليه علاقه باي حاجه. يعني الراجل اللي بيتفرج ما لهوش علاقه بالكوره. الثانيه تقصد الثانيه. الثانيه المفروض ان انت الكوره جايه لك اتقل عليها وقف، خاصه ان انت منفرد ما فيش حد معاك. في واحده ثانيه ازاره في الشوط الاولاني انفراد كامل. حطها في جسم الحارس. وبتاعت كوليبالي اللي خدها من تحت. في 4-5 تجوال رايحين مننا الشوط الاولاني. اللي انا يعني مشفق عليه انه احتمال تكون الرطوبه عاليه جدا، ودي اللي مقصره مع اللاعبين، بس النادي برضو ما قصرش. طياره خاصه رايحين قبل الماتش بفتره طويله. ايه المبرر ان انا ناصر و97 وصلاح محسن ادائهم، انا ما بتكلمش حتى الفرصه اللي بتضيع وارد، انما الجهد البدني مش موجود. يعني ناصر طول الماتش عمال بيجري على التروت كده، لا بيضغط ولا بيلتحم، الكور العاليه ما فيش اشتراك فيها خالص، ودي علامه استفهام. ويمكن انا قلت لك من يومين ناصر كان جاي النادي الاهلي لعب 3 ماتشات في منتهى الروعه، حاجه جري وفتنس وخطوره وتمريرات وتسديد، حاجه في كره في العرض اعتقد في احد الماتشات الاسماعيلي وراح وحاملها، حاجه قمه. بقاله 3 ماتشات هبوط غير طبيعي. الحاجه الثانيه اللي لفتت نظري هي بتتزحلق. طب لازم يبقى معانا ستارز، جزمه فيها ستارز الومنيوم عشان
واضح. انا هقول لك على حاجه برضو، يعني انا برضو اشتغلت الشغلانه ديت فعارف كويس قوي ردود اللعيبه، وانا هعصرتها في الاخر. متعودش. نعم ما تعودتش على ال... لا مش كده وبس، خلاص الارضيه ما بقتش زي زمان. زمان كانت الارضيه طينه خالص يا كباتن، طينه. فالستارز بتاع زمان الالومنيوم ده كان بيبقى هو اللي بينفع. النهارده النهارده الامر لا بقى مختلف، يعني على على مستوى العالم مش هتلاقي الواحد يعني الجزمه بتاعت الستارز اللي هي مثلا شانيور دي. في استرزات عاليه شويه. اه استرزات عاليه عاليه شويه. ده اللي اقصده. بتحتاج في الملعب بالذات. ده اللي اقصده. بعدين النجيره اللي موجوده في غينيا دي مش زي اللي موجوده في اه صح. انا واضح جدا يعني حتى الشناوي وهو بيشوط ضربه المرمى بيزحلق. يعني ده يعني ميه او الارض رطبه بشكل غير طبيعي. أيه الحاجه الثانيه في نص الملعب هشام عمل جهد كبير كويس النهارده كويس كويس قوي. لكن برضه في الالتحامات والرقابه المان تو مان فيها نوع من التحليق، وده اللي احنا قلنا اتفقنا عليه. التحليق ده ما ينفعش في النادي الاهلي. احنا على مدى تاريخنا على طول كل واحد بيجي له الكوره للمنافس بتلاقي الالتحام وبتقطع الكوره في اقرب مسافه قبل مرماك. ايوه صح. ما بتخليهاش توصل لنص ملعبك وبعدين تبتدي تفكر انك انت تلتحم معاه. لا انت بتلتحم علشان الحقيقه جيم. انا زعلان منه الجيم ده، لان انا كنت اتمنى ان انا اخد الثلاث نقاط النهارده لان هم كانوا في ايدي. ثلاثه بونت ضاعوا من الاهلي فعلا. ثلاثه بونت دول بتوعنا النهارده. انا رايي انه التيم ده فيه ثغرات قاتله، سردباكين اي حد بيروح معدي. النهارده شفنا ازارو لو في حد بيسنده، يعني ناصر لو في ربع حالته. اخر حاجه اتكلم عليها وانا يمكن من يومين قلت لحضرتك ليه وليد سليمان ما كانش ابتدى بيه في الحته دي. يعني وليد سليمان كان يبقى هو اللي مكان ناصر، لان ناصر انا قلت لك وكنت متوقع ان هو ما كانش هيأدي. فكان وليد يبقى هو اللي في الحته دي ويبقى اي رؤيه بقى عايز يلعب اي حد على الطرف او على او راس حربه تاني او اللي هو عايزه كانت هتبقى مؤثره جدا. وليد سليمان في الحته دي كان هيبقى اداؤه افضل من كده. اوكي طيب كابتن حماده، يمكن احنا كنا نفسنا الاهلي يجيب جول او يكسب لاداء الاهلي وسيطرته على الحته اللي هي اللي بتكلم على الفرص مش السيطره العامه، يعني الاستحواذ العام كان لصالح الحريه عنده صعوبه ده بحكم طبيعي يعني بحكم الارض. طبعا وبره ارضك يعني. لو بتكلم على الخطوره اللي على المرمى كانت للاهلي ما فيش كلام، يعني خمس فرص محققه، اثنين سهلين جدا لصلاح محسن، واحدة لوليد أزارو، واحدة لكولوبالي، ومحاولة كده من عرضية لعلي معلول. لكن في النهاية النتيجة مقبولة شوية. أتكلم في حتة ناصر ماهر. ناصر ماهر يعني لعيب كويس جدا جدا، بس خلي بالكم برضو كمان ده اللي لعب في الحته دي، كل اللي لعب في الحته دي صبرنا عليه كتير قوي. طبعا لو يعني لسه عبد الله صبرت برضو صبرنا عليه كتير قوي. صبرنا مش موسم ولا اتنين، في صبر كتير جدا. اللي بيلعب في الحته دي تحديدا بيحتاج مباريات كتير قوي 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 عشان يلعب بشكل معتاد مع زمايله. ناصر معاك ان هو مثلا محتاج شويه كلام كتير جدا جدا معاه في شخصيته وكمان والبطوله بتاعته والبطولات اللي ممكن يحققها مع النادي الاهلي وازاي يبقى نجم بشكل كبير جدا. لكن في النهايه معدل اللي اداه ناصر لحد دلوقتي مقبول جدا. طبعا اكتر واحد بيحب ناصر ماهر انا. لما اتسقط قطاع الناشئين مواليد 97 رحت لقيته مهمل عنده 2 صليبي. اوكي حضرتك لما كنت في قطاع الناشئين كنت جايبه وجايب الدكتور، قلت له الراجل ده سلموه لي امتى؟ قال لي يا كابتن بالكتير شهر ونص. اوكي. ففي كابتن كشري ماسك 97 ابتدى الراجل يخش بعد الجيم وبعد الشغل ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يديله 10 دقائق في ربع ساعه، لان انا ناصر عارفين امكانياته، كل النادي عارف امكانياته. امكانياته عاليه قوي. انت كده بتخسر جمهورك. لا بدليل حضرتك الرساله دي من كتر اصاباته انت برضه متمسك بيه. طبعا يعني صح. اتنين صليبك وانت كنادي اهلي عشان عارف امكانياته، في ناس كتيره بتسيبها. لكن انت عشان مقتنع بامكانياته وقدراته. حاجه ثانيه يا كابتن، انت عارف سموحه كان عامل، شفت انتوا طبعا اداؤه كان عامل ازاي وفي بتروجيت اولا كان بيكنس ويجري ويخبط. احنا كنا بنتكلم هو في سموحه لازم يروح منتخب مصر مش كده؟ الحته اللي بيقول لك ناقص عندنا في منتخب مصر كل الناس كده. ناصر ماهر ده لازم يبقى محترف في احسن دوري في العالم يعني. صحيح. انا احنا شدنا بيها كابتن عادل اول ما جه النادي الاهلي لعب مباراه الاسماعيلي، بعد كده مباراه المصري، وحتى كارتيرون اداله كل مباراه وكان بيديله حوالي 60 دقيقه، قال لسه هو لياقته البدنيه ما اكتملتش عشان بقاله فتره متوقف من سموحه باخر مباراه للكاس، وهبدا اديله وهزود له. هو محتاج شغل. محتاج شغل كمان مش مساله ثانيه بس. لكن النقطه انت قلتها كابتن سيد ان احنا كنادي اهلي في الحته دي الناس اللي لعبت محتاج اصبر عليها. طبعا صح. محتاج نصبر عليه. هو بس يعني انت دايما اللعيب اللي انت بتشوف فيه حاجات حلوه كتير قوي بتبقى مستعجل عليه كتير. وانا مش من الانصار دي على فكره. يعني انا اشوف
ان اللعيب اللي عنده مميزات كتير قوي قوي وسنه صغير اوعى تحمله نتيجه مباريات او نتيجه مستوى فرق، اوعى كده بتهد يعني. عن تجارب في فرق سابقه ممكن تلاقي واحد مميز جدا ورهيب جدا في الفنيات، جامد جدا جدا، بس كل تعادل او كل اخفاق الناس تروح له هو وهو لسه عنده 20 سنه. خاصه هو اصغر واحد في الفريق. نقطه برضو مهمه يا كابتن، لما كان مثلا عبد الله سيد مثلا المنطقه ديت، بس كان عندك وليد سليمان جاهز بنسبه 100%، عندك اجاي، عندك حق، عندك وليد ازار، في عندك ناس تقيله جدا، كان حسام غالي موجود، كان عندك ابو تريكه وعندك بركات، كان في ناس تقيله في الملعب شايله، فبتديك ثقه بقى مع الوقت. لكن لما يكون عندك النواقص كتيره فانت بتشيل عبء كبير عليك. يعني عايزين نقول هو النهارده ممكن ما يبقاش في الحاله اللي احنا منتظرينها. لا يعني النهاردة. يعني انا بحبه جدا طبعا، بس عايز اقول لك هو نقطه كانت سلبيه في 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 في, في دفاعي وهجومي. يعني انت محتاج ناصر اللي هو ابتدى هيبص على وليد ازارو بيجري فين، او وليد سليمان نفس الكلام. وليد سليمان ما كانش برضه على راجع من الاصابه، مش هو وليد. يا جماعه يعني طمنونا على وليد وعمرو وسعد سمير. يا جماعه طمنونا على وليد وعمرو وسعد سمير. اثنين في مناطق معينه في الملعب هم اللي عاملين لك انت بتحتاج الربط، وده اللي هيتحول معاك للناحيه الهجوميه. صح. انت بتتحول بلعيب واحد بس اللي هو وليد ازارو. هو المجهود اللي بذله الجامد دوت من نواقص اللي هي ما بتكملش معاه من تحت، او المساعده اللي بتجيله من المنطقه ديت. لكن في ناس كتير طبعا النهارده، في نجوم النهارده في المباراه زي ما حضرتك قلت احمد فتحي، وعلي معلول كان كويس طبعا جدا، كولوبالي رائع طبعا، هشام محمد كويس والله، ونجيب لما نزل هايل جدا. نجيب لما نزل هايل جدا. التغييرات اللي هي اضطراريه برضه مدخله المدرب في حيره شويه. حسابات بتغير حساباتك. فبتكلم النهارده انت كان عندك برغم كل الحاجات دي كان عندك تواجد كتير في المنطقه الاماميه بتاعتك. ده حلو يعني طبعا، حاجه كويسه جدا برغم مش اقول يعني المستوى القليل اللي في بعض اللعيبه اللي هي بتقدر توصل، مش هم على المستوى العالي، ولكن برغم ذلك انت عندك تواجد كتير في المناطق الخلفيه بتاعه الفريق الخصم، وقدرت توصل وتضيع اهداف. انت بقى لو فنت فايق كويس جدا بقى مع الحاجات ديت تجيب 3 4 اجوان النهارده. صحيح. لكن هو الفريق الماتش اللي جاي صعب. انت محتاج تسجل، انت دلوقتي زيك زيه. انت عارف لو نتيجه ايجابيه 1-1 عندك نتائج افضليه، لكن انت محتاج تسجل. هو محتاج ممكن يدافع بشكل كويس ويقفل لك المساحات ويلعب يخش على ضربات الجزاء. لو عنده سرعات كمان يا كابتن حمادة ممكن يبقى عنده سرعات زي ما طبيعي جدا. الماتش الجاي هيبقى عندك اندفاع هجومي، عندك مساحات هتبقى باينه ليه هو كتير اللي جات لك النهارده. انت المساحات ديت هو ممكن بقى يستغل المساحات دي في السرعات الاماميه او توفيق اللعيبه اللي قدام. لعيبه لازم نتكلم عليهم بشكل كويس، مانديلا وامادو وغمارة، الثلاثه اللي قدام بيتحركوا كويس جدا. في وقت من الاوقات كان امادو دوت ومانديلا بيروحوا الاثنين لاحمد فتحي. صحيح. ويعملوا دبل باص من الناحيه دي، فعدم وجود مثلا وليد سليمان ما بيرجعش في واحد، بلاقي دايما في اثنين رايحين عند احمد فتحي. مع ان مانديلا ده قد كده بس يعني قوي جدا، بس مدملك الخطوره كلها عند القوه بتاعته، مدملك بشكل رهيب جدا وحريف. وحريف صحيح، وبيروح وسرعاته وبتاع، بس احمد فتحي واقف كويس على رجليه في المنطقه ديت، قدر يعني يقفل على الاثنين بشكل كويس. عندك حق. طيب اروح لمميزات كارتيرون النهارده. مثلا كارتيرون النهارده مثلا يعني في بعض الاوقات قلب الطريقه من 4-2-3-1 بخروج ناصر ماهر وصلاح محسن موجود، بقت 4-4-2، ولما نزل صلاح محسن انت اتاحت لك فرصتين كانوا ممكن يبقوا سهلين جدا. كمان اخد واشيد بيه في تغيير حتى او تواجد اسلام محارب ناحيه اليمين في الفتره اللي قعد فيها اسلام محارب ناحيه اليمين، عمل اثنين اسيست هايلين جدا جدا يعني، واحده لوليد ازار وواحده لصلاح محسن. كمان تعامله مع الحاجات الاضطراريه المتدايمه او المتكرره بيتعامل معاها بشكل سريع جدا وبيجيد فيها. اخد يعني كلامك كابتن اسامه، بس اروح لكريم احمد يطمنا على سعد سمير ووليد سليمان من خلال كابتن محمد يوسف. اتفضل. بجد التحيه ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، لكل كابتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي. اكيد النهارده يمكن طبعا مباراه جيده بالنسبه للنادي الاهلي، ظروفه كانت صعبه زي ما شرحنا، المناخ، الطقس، ارضيه الملعب، لكن اروح سريعا للكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام. كابتن يوسف النهارده على ما اعتقد من تقييمك ايه للمباراه، بتشوف المباراه ازاي؟ ظروف قابلتنا لكن احنا عارفين الظروف دي بشكل كبير، تقييمك بشكل عام لمباراه اليوم وادائنا النهارده وجهه نظرك. يعني الحمد لله انا بشكركم طبعا، انتم مغطيين معانا كل الاحداث من ساعه ما جينا
مرور كل الظروف اللي احنا واجهناها. يمكن النهارده الامطار وقفت والملعب الى حد ما احسن من امبارح في التدريب، لكن في بعض يعني في بعض المناطق او بعض الحتت اثرت شويه في الزحلقه، وهتلاحظ ان بعض اللاعبين زحلقه. انما انا عايز اقول في النهايه احنا يعني يمكن كلامنا قبل المباراه قلنا في 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هناك، دايما مباراه الذهاب والعوده بانتهاء الصفاره بتاعت ال 180 دقيقه. النهارده احنا لعبنا مباراه انا شايف مباراه جيده جدا متوازنه، خصوصا ان بتلعب ملعب بره ملعبك، بتلعب في رطوبه عاليه جدا. بس انا طبعا مش عايز اتكلم في الحاجات دي لان خلاص دلوقتي هيتقال مثلا ان اصل ده مبرر ومش، لا احنا ما بنقولش مبررات. لكن لما النهارده اطلع 0-0 مع فريق زي حريه كوناكري وفريق مميز جدا واضعت كم الفرص اللي ضاعت النهارده، فانا بقول الحمد لله. لكن النتيجه دي هتخلينا نشتغل اكتر ونشتغل بتركيز اكتر عشان ان شاء الله يوم 22 نفرح جمهور النادي الاهلي ونفرح فرقتنا ونفرح نفسنا ان احنا نتاهل ان شاء الله قبل النهائي. النهارده انا شايف ان ادينا بشكل عالي جدا، وبشكر استعادوا كانوا روحهم في المباراه. وعايز اقول كمان ان مستر كارترون حضر لعيبه بشكل مميز جدا، وفي نفس الوقت كمان غيرنا يمكن سعد سمير جاله اصابه، فطبعا مستر كارتون خد قرار بنجيب، وايضا وليد سليمان طبعا لبعده بفتره الاخيره عن المباريات فادى بشكل كويس جدا، ونزل ايمن اشرف وتم الدفع بعلي معلول امام ايمن اشرف عشان نقفل الحته اللي الجنب اليمين بتاع فريق حريه كوناكري. صلاح محسن كان الغرض منه مستر باتريس ان نلعب على المرتدات، لان احنا شفنا خط ظهرهم مع مضي الوقت وكل ما الوقت بيخش جوه المباراه خط ظهرهم بيبدا يطلع من البوزيشن بتاعه عمال يطلع لفوق، فكان في مساحات في خط ظهرهم كويسه جدا. لو احنا كنا يعني اجدنا استغلال هذه النقطه كنا ممكن ان احنا نروح بانفرادات اكتر من كده، لكن الحمد لله بقول ان النتيجه دي هتخلينا نشتغل بشكل مركز، وان شاء الله في مباراه العوده نكون موفقين ان شاء الله. نطمن على سعد سمير وليد سليمان، يمكن هم طلعوا اصابات لكن عايزين نطمن على عليهم لسبعه. سعد سمير عنده حصل له يعني زي كرامب في العضله الخلفيه، لكن طبعا الاصابات العضليه لازم الدكتور هياخد وقته فيها. وليد سليمان الحمد لله لا ما فيهوش حاجه، بس طبعا لبعده الفتره الاخيره عن مباراه، فمستر كارترون راى ان هو يجدد النشاط في الحته ناحيه الشمال عندنا ويقفل بايمن اشرف. ناصر ماهر طبعا زي ما قلت لك حته المرتدات، صلاح محسن عنده سرعات، ناصر ادى بشكل كويس برضو، لاعبتنا كلهم ادوا بشكل كويس. لكن طبعا المدير الفني مستر باتريس لي بيبقى ليه رؤيه وبيدير المباراه بالشكل اللي هو شايفه. انا تاني بقرر ان مباراه او فريق حريه كوناكري فريق مش سهل، فريق هيلعب في القاهره بجراه وهيهاجمنا، ولو يعني عايز اقول ان احنا لازم نبقى مركزين جدا في الناحيه الدفاعيه، ولازم نبقى قويه جدا في الناحيه الدفاعيه، وان شاء الله الحته الهجوميه هنقدر نجيب الجون. نتمنى الشفاء على ملعب السلام. انا عارف ان النادي الاهلي بيلعب في اي ملعب، لكن بتشوف ازاي حضور الجماهيري؟ لان المسانده مطلوبه جدا في المباراه دي يا كابتن. خلاص احنا تكرر ملعب السلام، جمهورنا هيجي، جمهورنا هيبقى في القاهره والملعب موجود، واحنا بنلعب عليه مباراه الدوري ان شاء الله يمتلئ عن اخره، والامن بتاعنا الامن المصري قادر انه يامن المباراه. احنا خلاص يعني دلوقتي مصر بقت يعني خلاص رجعنا تاني الحمد لله زي الاول، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي، انا بقول ان فريق النادي الاهلي محتاج جمهوره ومحتاج ان يتواجد خصوصا في بطوله افريقيا. احنا بنلعب زي ما تشوف كل المباراه جمهور بيبقى، فلازم احنا كمان فلازم احنا كمان جمهورنا يبقى موجود، لان جمهور النادي الاهلي انا بقول ان هو عامل رئيسي في بطولات النادي الاهلي اللي بيحصل عليها. فنتمنى ان شاء الله ان جمهورنا يبقى موجود ان شاء الله يوم 22. شكرا، بشكركم جدا، بشكركم. بنشكر اكيد طبعا الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. مباراه اكيد كانت جيده للنادي الاهلي، ضيعنا كتير، لكن زي ما اكدنا وقلنا كابتن سيد الظروف كانت صعبه جدا هنا، يمكن امس كانت امطار، النهارده كمان الملعب يمكن الشمس كانت واضحه، الملعب فيه مطبات كتيره، قلنا الشكل الظاهري بالنسبه للملعب بنتمنى ما يبقاش ليه تاثير، لكن واضح النهارده شفنا ناصر ماهر في اكتر من كوره، عدد كبير من اللعيبه كانت بتتزحلق، لكن اكيد يعني نتيجه جيده. نتيجه المباراه دي والمباراه اللي جايه ان شاء الله تؤهل النادي الاهلي باذن الله، هدفنا هو البطوله الافريقيه. مستمرين معاك كابتن سيد وكل متابع قناه الاهلي في كل مكان، واكيد هيبقى معانا في خلال لحظات مستر باتريس كارترون لعيبه النادي الاهلي، هنشارككم اكيد النهارده المباراه ونحاول ان احنا نتكلم معاهم عن كل الامور الخاصه بالمباراه، لكن برجع لك في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ. ماشي، شكرا كريم احمد. كريم احمد طبعا طبعا يعني هي نتيجه مش ممتازه ومش سيئه، بالعكس هي مقبوله جدا ومعقوله جدا. النتيجه طبعا كنا نتمنى انها تبقى فيها فوز عشان تبقى نتيجه ممتازه، ومش سيئه طبعا لان التعادل كتير جدا افضل من الخساره لا قدر الله. لكن في النهايه اهم ما في الموضوع في الوقت الحالي او في الفتره اللي جايه هي الحضور الجماهيري المكثف الرهيب اللي هيكون على ملعب السلام باذن الله يوم 22 القادم، يوم السبت بعد اللي جاي، يعني مش بكره، السبت اللي بعده. اتفضل يا كابتن اسامه.
انا هاخد من كلام الكابتن محمد يوسف يعني نقطه مهمه وبقولها بعد المباراه، ان احنا بنحترم فريق حريه الغيني، هنعمل حسابهم في مصر خاصه في النواحي الدفاعيه. النهارده برضو النادي الاهلي احترم فريق حريه الغيني، علشان كده ما شفناش ولا فرصه حقيقيه شفناها على مرمى الشناوي، كلها حاجات يعني عرضيات محاولات بس ما فيش فرصه نقدر نقول انهم لهم فرصه خطيره عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده احترم حريه الغيني ودرسهم كويس، ومن الواضح ان هو قفل يعني مفاتيح اللعب بتاعتهم، وقف خطوره مانديلا، علشان كده ما شفناش الفرص، عشان كده ظهرت الفرص للنادي الاهلي. بالنسبه لتغييرات النادي الاهلي، طبعا تغيير سعد سمير، تغيير اضطراري، اتمنى ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه، الحمد لله شد خفيف في العضله الخلفيه، نتمنى ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه ويلحق المباراه الثانيه. لكن برضو عايزين نشيد بمحمد نجيب. محمد نجيب رجل الموقف الصعب يعني زي ما بقول، سواء مستر كارتيرون بيبتدي بيه في المباريات في الدوري بيجيد وبيأدي بشكل مميز كانه اساسي في التيم، وبيرجع يقعد مره ثانيه، ولا بنسمع من نجيب مشكله ولا بنسمع منه اعتراض ولا اي حاجه. النهارده نازل في وقت برضو النادي الاهلي ممكن عليه ضغط، لا نازل مركز ملتزم يعني واقف صح يعني مركز في المباراه، فبرضو لازم نشيد محمد نجيب ودوره يعني المهم النهارده، خاصه ان دايما مركز المساك وحراسه المرمى المراكز اللي ورا دي دايما بتبقى حساسه شويه، فدايما الاخطاء فيها مؤثره، فلا النهارده محمد نجيب ظهر بشكل كويس. تغيير ناصر ماهر، يعني انا طبعا بتفق مع الكابتن مع ناصر ماهر مع الكابتن عادل ان لسه ناصر ماهر محتاجين منه اكتر، وان شاء الله يعني خلال الفتره الجايه بسبب خبرات اكبر في الدوري وفي افريقيا ناصر ماهر ان شاء الله هيتقل وهيدي النادي الاهلي اكتر، ان هو خامه مبشره وفعلا عنده الامكانيات اللي احنا هنستناها منه. صلاح محسن نزل يعني كل مباراه صلاح محسن بيقول انه مؤثر، والنهارده فعلا كان مؤثر، لكن كان محتاجين اكتر منه تركيز، ان فرصتين فعلا كانوا يخلصوا المباراه من بدري ما نستناش المباراه الثانيه. نزول ايمن اشرف، مستر كارتيرون غير الطريقه، غير الطريقه من 4 2 3 1 للنادي الاهلي ابتدى بيها الى الطريقه بتاعت 4 4 2، بدا معلول وكلوبالي وسعد وفتحي، بقى في اربعه قدامهم، قفل بقى من ناحيه الشمال بعلي معلول، ناحيه اليمين ودى اسلام محارب بقى بيضم على عدلته، وظهرت خطوره اسلام محارب، وكان في حسام عاشور وفي هشام محمد، ولعب باثنين صلاح محسن وليد ازار، الاثنين عندهم السرعات، وكابتن محمد يوسف بيقول كان التفكير في 4 4 2 ان احنا نبدا نعتمد على السرعات بتاعت صلاح محسن وليد ازار، وفعلا يعني نجحت في الشوط الثاني، رغم ان احنا ابتدينا في مباريات في الدوري وخاصه حصر الحدود ب 4 4 2 ما نجحتش، لكن دايما لما بيعملها في الشوط الثاني لا بتنجح وبتحقق اللي هو عايزه، كسبنا بيها مباريات، والنهارده لما النادي الاهلي ادى بيها قدر يقفل شويه ناحيه ايمن اشرف وعلي معلول، ايمن اشرف قفل خطوره اللي كانت ناحيه احمد فتحي، واحمد فتحي كان قافلها كويس، ظهرت الخطوره والانطلاقات في خط ظهر بتاع حريه الغيني. طيب كابتن عادل برضه هروح لحته دايما ان انت بتشتغل على مش على نفسك بس، لازم تبص للفرقه الثانيه، ودي من الحاجات اللي انا شايفها انها ميزه النهارده للراجل. يعني الراجل مثلا في الشوط الاول احمد فتحي مانديلا هو اخطر واحد بالنسبه لهم، وقفوا بشكل كبير، علي معلول هو اللي بيكمل وبيعمل عرضيات، لكن احمد فتحي واخد الحته الدفاعيه اكتر شويه وقفل الحته دي الى حد ما، ولو واحد غير احمد فتحي مثلا يعني مش بقوه احمد فتحي وتركيز احمد فتحي وخبرات احمد فتحي، الراجل ده كان ممكن يعمل مشاكل اكتر من كده بكتير. المطلوب ايه في المباراه اللي جايه؟ المطلوب المره دي الماتش اللي جاي مختلف عن اللي كان المطلوب في المباراه اللي فاتت يا كابتن عادل. هقول بس نقطتين صغيرين وهجاوب على سؤالك. بحيي الراجل جدا انه ما لعبش في خط الظهر. اوكي اللي انت اشرت ليه؟ احنا قلنا من يومين ما يلعبش في خط الظهر. ما ينفعش هاني كان يقابل الراجل ده. ففتحي في المكان ده، فتحي طبعا هاني ممتاز وكل حاجه ومنتخب مصر، لكن فتحي في الحته دي خبره قدر ان هو يوقف الراجل. خبرته اعلى. الحاجه الثانيه في عملية التغيير، هو لما بينزل صلاح هو عامل حساب ان صلاح هيديله 8 من 10، فصلاح في نزوله في الهجمات ما سجلش والجانب الدفاعي ما قدوش. زي ما بيقول الكابتن أسامة كده، في انطباع الجمهور بياخده عن اللاعب. فأنا لما أقول صلاح نزل الإسماعيلي هدف جه في الماتش اللي فات جاب واللي بقى قبليه، الجمهور محتاج يشوف كابتن سيد عبد الحفيظ في الصورة دي، بتثبت في الذاكرة خلاص ان فلان النجم ده نزل عمل نجح ثبت، ولما يثبت بيعمل ايه على طول بقى بيستمر
وعمليه الصعود تبقى تبقى شغاله. في تغييره كان المفروض ان هو بدل ما يدخل علي معلول ويحطه في وسط الملعب وينزل اشرف، انا كنت بفضل، لان الخطوره كلها كانت من ناحيه احمد فتحي، كان ينزل اكرم وهو عملها قبل كده في احد الماتشات، بينزل اكرم ويحدفه ناحيه اليمين بحيث ان الحته دي تبقى اتقفلت ومقفوله اصلا بعلي وباسلام وبصلاح، كان يبقى انت الشوط الثاني الناس ما استلموش وشكلوا خطوره عليك. الشوط الاولاني انت مسيطر استحواذ اكتر، انت اخطر. الشوط الثاني حصل هبوط، الهبوط ده يمكن نتيجه نسبه الرطوبه العاليه ممكن والملعب. بالظبط الاجواء كانت ليها دور كبير، الجو احنا شفنا وشوش والعرق وعلى طول الميه والاخره، فكانت التغييره بتاعه ايمن كان علي يفضل زي ما هو، وانت رميت اصلا صلاح محسن في الحته دي بحيث انك انت هيوقف الظهير مش هيخليه يزيد، لان هو هيبقى فيه سرعات فالظهير ده مش هيزيد وبينزل يامن الجانب الدفاعي. اكرم يحطه ناحيه اليمين مع فتحي، كانت الجبهه دي اتقفلت من الاخر. اسلام في الاخر تعب ما بقاش يرجع، وده اللي ادى نوع من الخوف، وانا قاعد بقيت خايف جدا ان احنا كان ممكن جدا يجي فينا هدف بدون داعي. الماتش اللي جاي انا بتوقع الفرقه دي في ملعب كبير في مساحات، احنا مش هنعمل مساحات، تيم النادي الاهلي عمره ما هيسيب مساحات للفريق ده، لا مش النادي الاهلي، عنده الخبرات اذا كان فتحي ولا كولوبالي ولا سعد ولا اي حد او نجيب او علي، ما عندناش الناس بتجري كده وخلاص. لا المساحات هتبقى ان شاء الله مش موجوده، الخطوره ان شاء الله هتبقى موجوده. وبعدين طبعا كل الاجواء، اولا الماتش في مصر في صالحنا، على طول بقى صلاح وناصر والجماعه دول يستعيدوا بقى في السبع ثمان ايام اللي جايين دول، يعرفوا لان هم لما ينزلوا الشارع هيقابلوا الجمهور، الجمهور هيبقى زعلان، لما يبقى زعلان ده هينعكس عليه في التمرين، هتبص ليه موت نفسه في التمرين، وبيتمنى هو انه ينزل الماتش اللي جاي ليه، علشان يؤدي ويصالح جمهوره في الحته دي. السولية ما اعرفش هل هيلحق ولا لا، السولية بيفرق جدا في وسط الملعب، صح صح، لانه لعيب مميز. وليد سليمان انا النهارده انا حاسس ان هو ما قدرش ينجح، لان كان الراجل يبدو ان هو كان قاري النادي الاهلي كويس وعارف امكانيات وليد، لذلك الكره لما كانت بتروح له كنت بتلاقي في كثافه عدديه في الجبهه ديت، فبتوصل تلاقي اربع خمس لاعبين موجودين في الحته ديت، ده نتيجه ما خلاش وليد يبقى عنده الحريه الحركه ان هو يجري ويعمل التمريرات بتاعته. اعتقد الماتش اللي جاي ان شاء الله بعون الله كل الفرص اللي ضاعت ديت ان شاء الله نعوضها في الماتش الجاي ان شاء الله. اوكي قبل ما اشوف حضرتك كنت كاتب ايه يا كابتن حماده، عمال تكتب في حاجات كده مهم قوي، بس قبل ما اعرف انت حضرتك كنت بتكتب ايه خلينا نشوف كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي قال ايه مع ابو وش سمح كريم احمد، اتفضل يا باشا. Je suis plutôt déçu de ce match nul 0-0, même s'il faut rester humble, un match nul 0-0 à l'extérieur sur un quart de finale aller, c'est toujours un bon résultat. Je n'ai pas de souvenir qu'il soit créé la moindre occasion de but. Et de notre côté, on a eu 4 ou 5 occasions nettes où on aurait dû faire la différence. On va vraiment mettre à profit la semaine pour améliorer au niveau offensif ce qui doit être amélioré et aller chercher la qualification la semaine prochaine. كان عندنا عدد من الاصابات، يمكن وليد سليمان شفناه، ناصر ماهر، سليف كولوبالي، سعد سمير، عايزين نطمن عليهم اصابات قويه ولا الامور بنظامهم ايه؟ je sais pas, à vrai dire, on verra ça. Il a fallu sortir Sad compte tenu de l'état du terrain. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas jouer tous les trois jours avec un tel voyage, avec un état dans un tel terrain. Nos joueurs n'auraient pas été capables de jouer dans trois jours. Donc, on va bien avoir besoin de la semaine pour que tout le monde récupère et prépare ce quart de finale retour du mieux possible. On est où on voulait être, c'est-à-dire dans les huit derniers, on va avoir besoin
de tous nos supporters pour venir nous pousser, nous encourager, porter l'équipe vers les demi-finales. Une Champions League, ça se gagne avec les supporters, ça se gagne pas que sur le terrain. دول طبعا احنا محتاجين كل جماهيرنا تبقى ورانا في الماتش العوده عشان يتاهل نصف النهائي بطوله افريقيا. الماتشات بتاعتها مش فوز فني بس، لازم برضو دعم الجماهير. وميرسي باكيوم. بنشكر اكيد مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي. اكيد زي ما بنقول لسه في مباراه العوده، مجموع المباراتين ان شاء الله يا كابتن سيد باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي. كان عندنا النهارده اكثر من فرصه ان احنا نحقق، لكن ان شاء الله عندنا امل كبير في حضور الجماهير ان شاء الله في استاد السلام تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. مع طيب بعد ما سمعنا كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي وكلماته ورايه كمان في اللقاء، خليني اقول لكم ان سعد سمير هي شد في العضله الخلفيه. وجهه نظري الشخصيه ان صعب يلحق شد في العضله الخلفيه ويخرج على اثرها من الملعب، صعب يلحق بعد اسبوع، صعب. يعني اتمنى ان هو يلحق طبعا وكل حاجه، لكن بالخبرات كده صعب. لكن وليد سليمان هي كدمه في الفخذ، فما فيهاش مشكله ان شاء الله يوم ولا اثنين وتلاقي الدنيا بقت كويس. فننتظر عمرو السوليه، برضو عمرو السوليه كان اصابته بيقولوا ثلاث اسابيع او اربع اسابيع، برضو ممكن ما يلحقش. ايا كان بقى، يلحق عمرو السوليه تبقى خير وبركه، لحق سعد سمير خير وبركه، ما لحقش نجيب مجهود وهشام محمد كمان من احسن مبارياته النهارده هشام محمد. كابتن حماد كتبت حاجه واحده بس، ان الفريق ده عارف يتعادل في سان داونز، يعني يتعادل بره، يعني بيعرف عنده بيدافع كويس بشكل كويس وعارف يتعادل مع فرقه كبيره كويس. فلازم افكر بقى، لازم حلولي بقى تبقى ايه، لازم اتفرج على الفريق ده بيدافع ازاي، يعني بيدافع بقوه مع فريق اتفرج على سان داونز. خلي بالك لازم، انت اشرت النقطه في منتهى الاهميه طبعا. منتهى الاهميه طبعا، الجهاز هيتفرج على كل المباريات، لكن لازم مباراه يتفرج عليها الجهاز كويس قوي قوي قوي، هي مباراه سان داونز. ليه؟ لان سان داونز يكسب 1-0 يصعد. الله، راجل بيلعب حياه وموت، حياه وموت. لازم يكسب عشان يصعد. اوكي، هو قادر يطلع بالنتيجه دي، بالنسبه له مكسب لما يتعادل مع سان داونز. يبقى اكيد الفريق ده بيقف وقفات دفاعيه سليمه، بيدافع بشكل كويس جدا، وقدر يوصل للدور اللي بعد كده. هي اقرب مباراه للهدف اللي هو عايزه، فلازم افكر فيها كويس، افكر ازاي احل الحلول. لازم احل في الملعب، لازم يبقى عندي شكل هجومي كويس جدا. زي ما قلنا، زي ما اتكلم محمد يوسف، ازاي التركيز الدفاعي موجود عشان الناس اللي قدامي عندهم ثقه في التحركات. يعني النهارده وليد سليمان واقف مكانه واسلام محارب، وفي تكليفات دفاعيه موجوده. لكن في مصر هنا هتلاقي الدنيا لازم اتحرك عشان اخلق مساحه، مش هينفع وليد سليمان يبقى واقف طول الماتش هنا عشان ارجع مع الباك. لا، هنا هتلاقيه بيتحرك يخلق مساحه لاحمد فتحي، والناحيه الثانيه اسلام محارب لو لعب ممكن دور ناصر ماهر اللي هو كان سيء. دي الفرقه كانت راجع الاتوبيس خلاص، وهي راجع بالاتوبيس على الفندق، ومن هيتعشوا وبعد كده هيطلعوا على الطياره. ممكن ناصر ماهر اللي هو النهارده كان سيء النهارده بالارقام بتاعته، يبقى ليه دور الماتش الجاي. واحد بقى يمسك كوره في نص الملعب، محتاج حاجات كتيره، محتاج تلعب ممكن براسين حرب. في تفكيرات كتيره ممكن تعملها بعد مدرسه النهارده. زي ما قلت لك قبل المباراه، هو شاف مين انسب ناس للمباراه دي، بس ناصر ما كانش ناجح طبعا. هو الراجل كان مش هيعرف كده، الملعب ما ساعدوش، الولد مش في حالته، المباراه كانت يعني الاجواء نفسها ما كانش في صالح ناصر. فكان ممكن يبتدي باول تغييره بسرعه عشان الحق نص الملعب بتاعي، الحق الراجل اللي بيعمل لي الربط، حد يبقى موجود في المكان زي ما حضرتك قلت. ممكن وليد سليمان اللي يخش هنا وينزل مثلا مؤمن، ينزل حد يبقى في الناحيه الهجوميه. مؤمن الماتش ده كان قرايه بسرعه، ان الراجل دوت كل كره بتجيله بتقطع منه، ما بيقدرش يكمل في حاجه. حتى الرجوع بتاعه، يعني بعد ما فقد الكره الرجوع فيه بيتمشى، مش الرجوع فيه، مفيش التحام خالص. لا، الرجوع حتى الالتحامات زيرو، روح قتاليه في الملعب زي الروح اللي شفناها في مباراه ترجي. الناس كلها بتقاتل بشكل كويس جدا على كل كره. فلازم افكر زي ما قلت، العنوان اللي قلت عليه، الفرقه دي تعادلت مع سان داونز بره في مباراه كانت مهمه جدا جدا لسان داونز. الفريق ده خطر، بيعرف يقفل مساحاته كويس، خطر باللعيبه اللي شفناها في الناحيه الهجوميه اللي بتقدر عندها سرعات وبتوصل. يمكن الاستحواذ النهارده شفناه من فرقه حريه، كان في استحواذ سلبي الى حد ما، مش ايجابي. يعني مفيش حجم العمق جت، خطر قلنا الشناوي طلعها كان نجم من اللقاء. يعني ما كلمناش على الشناوي خالص النهارده، صحيح، بدليل الناس واقفه كويس، وقفات دفاعيه بندافع بشكل كويس. الخطوره كلها في الاستحواذ، هو بيستحوذ من بره، لكن ما فيش حاجه عدت او بيعمل كره عرضيه، اللي في القلب بيتعامل معاها بشكل كويس. لازم افكر بقى الكلام ده في الماتش الجاي ان شاء الله، ماتش الصعود، ماتش مش سهل.
مش سهل، لازم احط يعني عنوان المباراه مش سهله، مباراه صعبه محتاجه مني الناس اللي قدام يبقى في قوه في اكتف في الناحيه الهجوميه، ازاي بقدر اروح، ازاي فرصه تجيلي اخلص الفرقه ديت، لو جبت فيها هدف بدري خلاص الدنيا الدنيا اتفتحت، زي ما شفنا ماتش الوداد وحريه في الوداد، قصدي الوداد الوداد قدر يمسك المباراه عشان جاب جون بدري الدنيا فتحت حاجه تاني تحرر بقى هو شويه، ابتدى يعمل له مساحات وابتدى يوصل بقى الوداد كتير جدا بس الهدف لازم يجي بدري، لازم من اول دقيقه انت تعمل الضغط عشان تقدر تسيطر على المباراه، لكن طول ما هو بيأخر بيدافع كويس والنتيجه 0-0 مش لاقي مساحه تلعب فيها خطر بالنسبه له. طيب كابتن اسامه، على العموم هي المباراه بحلوها وبمراها انتهت بالتعادل 0-0، مطلوب جدا جدا الحذر زي ما كلنا اكدنا وده مهم جدا جدا ان احنا ناخده في الحسابات، في حاجات كتير ايجابيه النهارده في طريقه التعامل في قرب المسافات والخطوط اللي ما بين اللعيبه وبعض، خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم كانت من احسن ممتازه النهارده، وقرب الخطوط دي يا كابتن حماده وكابتن عادل وكابتن اسامه اداك يعني افضليه دايما في الضغط لان انت قريب فعددك على طول كويس، حتى لو ما كانش في ضغط نموذجي 100% لكن عددك كويس، فالاجابات كتيره يا كابتن اسامه. دايما في زياده عدديه النهارده في المكان اللي فيه الكوره، لو شفنا لو واحد راح عند احمد فتحي كنا بنلاقي احمد فتحي مقرب منه سعد سمير مقرب منه حسام عاشور، فدايما بتلاقي فيه الالتزام الدفاعي وفي كثافه عدديه في الضغط، كان ممكن نلاقي في وقت من الاوقات في لعيب مثلا من حوريه بيستلم لوحده لكن في مكان مش مؤثر، لكن اول ما كان بيقرب على 18 ناحيه الشمال او ناحيه اليمين بتلاقي فيه الكثافه العدديه. ودي جت علشان الخطوط كلها قريبه من بعض. كنا بنلاقي وليد سليمان، وليد سليمان طبعا النهارده برضو يعني عمل مجهود بالرغم ان هو بقاله 3 مباريات بعيد واصابه، لكن النهارده بالنسبه لظروف الملعب بالنسبه للرطوبه بالنسبه انه كان بقاله فتره متوقف، لا النهارده يعني يعتبر برضو مقبول بالنسبه لاول مباراه وخارج الملعب للظروف اللي كانت محيطه بالمباراه. اسلام محارب برضو كان بينزل ويعمل الواجب الدفاعي بتاعه بالقرب بنص الملعب من هشام محمد وحسام عاشور، والنهارده برضو عايزين نشيد بهشام محمد وحسام عاشور، يعني كانوا برضو عاملين اتزان في نص الملعب، كانوا دايما عاملين التغطيه او الستاره دايما اللي قدام سعد سمير وكلوبالي، ما شفناش حد في وقت من الاوقات خد الكوره من نص الملعب وبدا يروح على سعد او كلوبالي، لا كنا دايما شايفين الستاره من حسام عاشور وهشام محمد، كانوا ملتزمين النهارده. طبعا احمد فتحي وزي ما كابتن عادل بيقول انا اتفق معاه طبعا ان فتحي وكلوبالي ووليد ازارو وعلي معلول النهارده ادوا مباراه، وطبعا معاهم داخل هشام محمد. كنت اتمنى طبعا يعني احنا اتكلمنا برضو في حته اهدار الفرص السهله علشان تقتل المباراه، لازم الفرص السهله لازم تركز في الفرص. احنا قلنا الترجي الاهلي عمل مباراه كبيره بالرغم ان احنا ما ظهرناش فرص كتير غير فرصتين، لكن استغليت الفرصتين بفرصه خلصت بيها. النهارده عندك فرص كتير الماتش الجاي على ملعبك وسط جمهورك علشان تقدر تريح نفسك من بدري، لازم تخلص المباراه من بدري، تجيب الهدف الاولاني مش هركن ليه، لا ده انا لازم اغطي الهدف بهدف، لا قدر الله انت لو جبت هدف وهو جاب هدف انت بره البطوله. عايز تقول حتى لو ربنا كرمنا سبحانه وتعالى بجول بدري خلاص لازم يعني اغطيه طبعا تعززه، لازم اغطي الهدف بهدف عشان اللي تظهر لك بالمساحات، وهو اوريدي اول ما انت تجيب هدف هو هيبدا يفتح وعايز يشوف بقى عشان يعوض الهدف بتاعه هتظهر لك المساحات. لكن وانت بتهاجم برضو نفس الكلام اللي احنا بنقوله، لازم يبقى عندك تركيز دفاعي وانت بتهاجم، اتنين الناس اللي ورا سواء كلوبالي هيكون مثلا نجيب او سعد ان شاء الله اللي هيكون موجود فيهم باك من باكين التزام حسام عاشور، لازم يبقى عندك الوقفه الدفاعيه الصحيحه اثناء هجومك، ما بقاش سرحان مع الهجمه وببص وسرحان مع وليد اظن، لا انا مركز. وادي وليد اهو حالته كويسه معلش، دي لحظه وصول للفرقه الفندق. وليد الحمد لله اطمن خلاص مشيته كده زي الفل تمام التمام كويس يعني الحمد لله برضو انك يعني ان شاء الله يبقى سعد سمير برضو يلحق. لكن جيت عليك على الصوره دي كده غريبة شوية ارجع لها كده يا سمير. لا صورة الفرقة بتاعتهم، صورة حرية، صورة فرقة حرية. ايوه ما تعرفش تقف عليها؟
جديدة شوية دايما دايما يدوا حاجة جديدة كده يعني الناس تقف على خط الجون لا حتى في التسخين 7 8 لا في التسخين ليهم رقصة معينة بيسقفوا تسخين لكن برضه يا كابتن سيد كمل يا كابتن أسامة مباراة إن شاء الله اللي جاية عندك في القاهرة في عناصر مهمة ممكن يبقى ليها دور إيجابي زي مؤمن زكريا نتمنى بقى ان شاء الله يعني يدخل بقى وسط الفريق يبقى ليه دور المؤثر واللعيبه ياكد على كلامك اللعيبه بيبقى محتاج ماتش زي ده بيأثر مسافات كتير قوي يبدا بقى يديله الثقه هو مؤمن زكريا محتاج هدف هو يديله الثقه هو للاسف المباراه الهدف اللي كان جابه في مباراه انتاج الحربي واتحسب اوفسايد وكان هدف صحيح ده لو كان جه كنا نبدا نشوف مؤمن زكريا ياخد خطوه بقى ايجابيه قدام هو محتاج هدف ان شاء الله ممكن نشوف مؤمن زكريا يبقى ليه دور برضه خلال مباراه حريه في القاهره صلاح محسن ان شاء الله يبقى حالفه الحظ في الفرص ان شاء الله ويبدا يسجل وليد ازار تصرع يقل شويه عند صلاح محسن وليد ازار ما شاء الله عليه بيعمل مجهود ومستواه ما شاء الله ثابت خلال يعني مباريات كتير بيحرز اهداف حتى المباراه اللي وليد ازار ما بيحرزش فيها هدف احنا بنحس بالروح بتاعته روح النادي الاهلي روح الفانلة الحمراء بتلاقي المجهود بيحاول في كل كوره دايما بيشاكس في كل كوره دايما بياخد في مساحات حتى لو انت مش موفق لازم حتى المجهود البدني ده لازم يطلب مني دي رساله مننا لناصر ماهر ممكن في يوم ما بيبقاش كره موفقه اجي استلم تتقطع مني اجي اعمل الباص بتاعي يتقطع اعوضها بالمجهود لكن اللي في ايدي ان انا بنزل اعمل مجهود احاول في كل كوره في التحاماتي ده اللي بيحس بيه جمهور النادي الاهلي اتمنى ان شاء الله بقى تبقى المباراه في القاهره يعني من البدايه ان شاء الله نحرز هدف ويبقى الدنيا يعني افضل ان شاء الله طيب رايكم في حكم اللقاء انا شايفه كويس كويس مالوش اخطاء مؤثره لا, 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 لا يعني حاجات في نص ملعب يعني ما يعني ما تحسبش لكن مجملا ادار اللقاء طبعا يعني بشكل جيد. كويس ورايك يا كابتن عادل لا الحكم الاثنين لا يمان اولا كويسين جدا ممتازين الحكام اللي بره طبعا احنا شايفينهم كانوا هاديين ما فيش مشاكل الحكم لم يتاثر بالجماهير واللي كانت بتصرخ وتعترض على اي حاجه فكان حتى يشاور بايده الناس دي بتزعق ليه يعني تحس ان هو في الملعب مالي مركزه صفارته فيها عدل هادي مفيش انذارات الماتش حتى يعني ما كان مفيهوش عنف ولا في حاجه لا حكم كويس وادى مباراه طيبه جدا يعني. طيب كان في كوره يعني في ناس شافتها انها ممكن تبقى من جوه ولا من بره لحسام عاشور اولا حسام عاشور هو اللي وصل للكره الاول حسام عاشور اللي وصل للكره الاول ثانيا لو افترضنا انها تحسب ان حسام عاشور اللي وصلها هي من بره اصلا يعني الكره اللي حسام عاشور كانت في الشوط الاول مظبوط كانت في الشوط لا في الشوط الثاني فكره حسام عاشور حسام هو اللي وصل لها الاول ولو اتحسبت ده لو افترضنا انها اتحسبت هي اساسا من بره اروح لارقام وبعدين هخش في ملف في منتهى الاهميه او مش ملف حاجه مطلب جماهيري ومطلب استوديو ومطلب النادي ومطلب كل حاجه للجمهور يوم 22 فهنقول الاحصائيه بشكل عام كده الاهلي تسديداته على المرمى او حالات الفرصه على المرمى 10 مقابل 17 للحريه التسديدات على المرمى 2 للاهلي داخل المرمى 2 للاهلي 1 للحريه الاستحواذ كان 62 للحريه 38 للاهلي التمريرات 306 للاهلي 492 للحريه الاخطاء 9 على الحريه 13 على الاهلي كارت اصفر 1 للحريه ما فيش للاهلي كارت احمر ما فيش ما فيش تسلل 3 2 ركنيات 5 للحريه و3 للنادي الاهلي دي احصائيه بشكل عام على المباراه لو حضرتك عايز تتكلم في اخر حاجه فنيه قبل ما نروح لحته الجماهير بعد الفصل اللي جاي كابتن عادل عايز تقول حاجه اتمنى انه مروان يكون جاهز الماتش اللي جاي مروان محسن لانه زي ما بيقول كده كابتن حماده وكابتن اسامه الناس دول هيلعبوا قافلين المرمى هتبقى محتاج انت كرات عرضيه ومحتاج اثنين بيجيدوا اللعب بالراس وكمان في الكور الثابته لما يبقى في مروان وفي ازار وفي كولوبالي ولو باذن الله سعد سمير يكون خف لان الشد في ثلاث انواع شد خفيف ومتوسط واللي هو العميق فممكن جدا لانه هو ما عملش حاجه فيها عنف تسمح له ان العضله تتقطع ولا حاجه احتمال يكون كرامب زي ما قال اسامه واحتمال يكون شد خفيف ده لسعد مع 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 العلاج بالميه والحاجات دي ان شاء الله يكون موجود مروان هيفرق قوي في الماتش ده راجع منتخب مصر جايب جول لو الاصابه بتاعته كانت اظن جزع او حاجه زي كده الماتش الجاي هيفرق جدا معاك وخاصه زي ما قال الكابتن حماده انت كنت اول الماتش
المدير الفني بتاع النادي الاهلي مفروض ان انا اول 10 دقائق هجمات مكثفه عشان اجيب جول، ما طلعهمش من بره 18 لحد ما اجيب جول. والسيناريو ده اتعمل السنه اللي فاتت في ماتش الزمالك. الحاجه الثانيه هم لما تشوف انه ما بيبتدوش الهجمه من تحت، يعني حتى في ملعبهم تبص تلاقي الجول بيروح حاططها الكره حتى مع الشناوي، بص ليه راحوا راجعين لك لنص الملعب. يعني هم كل هدفهم مرعوبين من النادي الاهلي. وهم هنا لما يلاقوا 40,000 ولا 20,000 من الجمهور مع مساحات في الملعب، ملعب السلام ملعب كبير، هيبص يلاقوا فيه راسين حربه بدل راس حربه واحده، هيلاقوا الامكانيات لعيبه. طبعا الراجل الفرنسي بتاعهم المدير الفني هيبني على الماتش ده، مش عارف ان اللعيبه النهارده في لعيبه قدت 4 من 10 و5 من 10 وفي لعيبه قدت 8 من 10 و9 من 10 هيفاجئ ان شاء الله انه يوم السبت اللي بعد القادم هيلاقي لعيبه ثانيه بسلوك ثاني بروح قتاليه ثانيه، ما فيش الرطوبه ولا في الملعب ولا في ضيق الملعب والمساحات الضيقه اللي موجوده في الملعب. الجانب الفني الاخر ازارو بيلعب كويس قوي في مصر على ضربه تسلل، فبيعمل ايه؟ بيجري بالعرض. صح، ويقطع كده بيجري بالعرض، فانا النهارده كان بيجري بالطول، فيبقى اذا انا مش مركز. اكيد الكاردلون اداله قال له حتى لو ما قالكش انت عشان تضرب التسلل بتجري بالعرض عشان تبقى شايف اللاين مان او شايف اخر واحد، بحيث انك لما تتلعب لك تبقى انت وجول. دي بس النقطه الاخرانيه، لكن الحقيقه ان شاء الله انا متفائل ان احنا هنكسب يا رب كتير ان شاء الله باذن الله. كابتن حمد عايز تقول حاجه في الختام للحته الفنيه، لان انا عايز اروح لحته الجمهور. الحته الفنيه يعني اكيد مثلا المفاتيح كلها لازم تشتغل، لازم الاطراف بالنسبه لي في احمد فتحي اللي يمكن عمل كوره واحده بس الشوط الاول كانت رائعه، تحرك رائع من اسلام محارب لازارو اللي رجعت لهشام محمد اللي شاطها دي. شوف التحرك اللي جوه واحمد فتحي التكمله اللي، فاحنا محتاجين الاطراف يقولوا دولت المفاتيح مهمين بالنسبه لنا، نشتغل على الاطراف بشكل جيد جدا في المباراه اللي هنا. عايز تتكلم عن الجمهور؟ الجمهور يا ريت. لا هطلع الاول فصل وبعد كده هرجع للجمهور، لان انا بتكلم على نقطه مهمه جدا اللي هنتكلم فيها بالتفصيل. الجمهور يمكن حريه الغيني لعب ضد في الوداد ضد جماهير فوق ال 70,000 متفرج حاجه يعني، وكان بيأدي بشكل كويس يعني. هو الماتش هيبقى يعني محتاجين الجمهور يبقى بالنسبه لنا عامل ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله. اسامه عايز في الحته الفنيه قبل ما نروح للجمهور؟ لا انا عايز اقول لك حاجه انت بتحبها بالنسبه للارقام. بحب الارقام جدا. نسبه نجاح الاهلي عندما يتعادل خارج ارضه في الادوار الاقصائيه يساوي 100%. طب الحمد لله. يعني يعني بندعو للتفاؤل يعني بيها. ان شاء الله ان المباراه حتى لو بتتعادل على ارضك، السنه اللي فاتت تعادلنا مع الترجي على ارضنا وكسبنا بره. صحيح. فتبقى المباراه الثانيه يعني ان شاء الله تبقى يعني نسبه الاهلي وامال الاهلي فيها تبقى اكبر ان شاء الله. ان شاء الرحمن. طيب برضه هرجع واكد على كره حسام عاشور، عشان في ناس كتير جدا جدا يعني حصل لها نوع من اللخبطه كده. بترمي عليا؟ بترمي عليا ولا ايه؟ لا 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 سمح الله، ده انت حبيبي. انا قلت لك اصل قلت لك يعني فيها شك كبير، بس ممكن تكون من بره. لا هي من بره وحسام اللي لعبها، بدليل ان الكره راحت في اتجاه حسام. فحسام هو اللي وصل للكره الاول، وحتى نفترض ان الراجل حسبها وما خدش باله ان حسام اللي لعبها، هي اساسا من بره. نطلع فاصل وبعد كده نتكلم في الجمهور ومدى اهميته في التواجد يوم 22 وعلى المستوى التواجدي للجمهور، وهتتامن المباراه وهتبقى زي الفل وهتخرج 10 على 10 وقادرين، وان شاء الله الرحمن على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الامني كله هيبقى لسته ان شاء الله. فاصل ونرجع نتكلم على الجمهور ومدى اهميته في التواجد يوم 22.
لو عملت احصائيه على التاريخ الفرق اللي دايما واخده بطولات كبيره جدا سواء على المستوى القاري او المستوى المحلي هتلاقيها الاكثر شعبيه. يعني لو رحت في المانيا مثلا هتلاقي بايرن ميونخ مثلا، لو رحت مثلا في اسبانيا هتلاقي الريال او هتلاقي برشلونه مثلا، يعني هتلاقي حتى في الدوري الانجليزي ليفربول مانشستر يونايتد، هتلاقي الفرق الاكثر شعبيه. على المستوى المصري مثلا هتلاقي الاهلي 60-70% من الجمهور المحلي المصري هتلاقيه من الاهلي، فهتلاقي كده الشعبيه دايما عاليه جدا، فبتاثر على طول على طول في النتائج، بتضرب على طول في النتائج والارقام. عشان كده التواجد الجماهيري والمسانده الجماهيريه والمؤازره الجماهيريه بتبقى لها مفعول السحر في المباريات الافريقيه والمباريات كمان اللي هي في الادوار الختاميه. عشان كده الجمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه او في المباراه اللي جايه تحديدا لازم يكون موجود في استاد السلام بعدد كبير جدا جدا جدا، ومش تروح كده وبس، تروح لابس حاجه حمراء، لازم تروح لابس تيشيرت احمر، لابس يعني حاجه فيها لون احمر، 75% لونها احمر، يعني 80% لونها احمر، المهم ان الاستاد يبقى شكله كله باللون الاحمر، وده لون النادي الاهلي باذن الله. المطلوب منك التواجد في استاد السلام ان شاء الرحمن يوم 22 الجاي، ده مش مطلب، ده حق عليك، يعني حق النادي الاهلي عليك ان انت تكون موجود على استاد السلام يوم 22 باذن الله. اما فيما يخص الحته التنظيميه او الحته الامنيه، انا متاكد زي ما انا متاكد قدام ان انا قدام حضراتكم كده ان هتمشي على اكمل وجه. اتفضل يا كابتن عادل لو عايز تقول حاجه في النقطه دي. والله انا عايز اريحك، اقول لك ان جمهور النادي الاهلي هيملى الاستاد، ولو في 100,000 هيروح 100,000. جمهور النادي الاهلي عمره ما يتخلى عن النادي. جمهور النادي الاهلي يعرف امتى يروح وامتى ما يروحش. مش محتاج مننا ان احنا نديله دعوه، لان هو اللي عمل النادي الاهلي، جمهور لاعب رقم واحد في النادي الاهلي، هيروح وهيروح بكثافه وهيعمل اللوحات اللي بتتعمل في الاستاد وكل ما هو جميل هتشوفه ان شاء الله يوم السبت اللي بعد القادم، لان الجمهور ده 80% من الشعب المصري كله اهلاوي. فانا شايف وبطمنك وبطمن الناس كلها ان جمهور النادي الاهلي هيملى الاستاد ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله. كابتن حماد، طبعا اكيد الجمهور ليه دور كبير جدا، بدليل بيلعب ماتش بره ماتش جوه، ماتش جوه ده احتياجي ليه، ده يعني من الخطه بتاعتي، بيديني قوه وبيعمل ضغط على المنافس. يعني بص المنظر ده يا كابتن حماد والنبي، يعني بص الجمال، اقف يا سمير، اقف يا سمير، دي من العوامل الايجابيه بتاع الملعب والجمهور، ارضيه الملعب بتاعتي اللي انا واخد عليها، والجمهور ده بيدي، بقول لك بيبقى عامل مساعد ليا، اكنك بتلعب 12 ضد 11. صحيح. فده هو الجمهور في كده، اللي هو الجمهور الايجابي اللي بيبقى واقف مساندك بقوه لاخر وقت. انت شفت نهائي الكونفدراليه في مصر لما انت جابوا الجون في الدقيقه 96، سيوا سبورت، شفت الجمهور كان عامل ازاي؟ قاعد لاخر ثانيه عنده امل ان انت هتكسب، والقوه الجماهيريه دي ده محتاجينه في الماتشات كلها والماتش الجاي واللي جاي ان شاء الله. قبل ما اسمعك كابتن اسامه، سمعني يا سمير، وحشتنا الاصوات دي وحشتنا الهتافات دي، سمعني يا عم سمير. قبل الماتش الجاي هذا فول وحشتونا ان شاء الرحمن، مستنيينكم يوم 22 يوم السبت اللي جاي. قبل ما اسمع برضو راي كابتن اسامه حسني، خلينا نطير برضو لغينيا وكريم احمد ومعاه العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، هيقول ايه عن اللقاء والاحداث والكواليس وامتى العوده مع كريم احمد. أكثر من مرة، لكن إن شاء الله بإذن الله مباراة العودة تكون من نصيبنا ومجموع المباراتين يكون من نصيبنا. سريعا كمان ينضم لي طبعا معالي الوزير ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي معالي الوزير عامر فاروق، برحب بك في البداية. كيف ترى البعثة؟ الأمور كانت صعبة أول ما جينا، لكن يوم المباراة يمكن الجو انتظم شوية. بشكل عام عايز أبدأ معاك في البداية، أمر الطائرة الخاصة اللي كان مميز جدا ده بالنسبة لكم كرائع جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، حابب تقول عقب انتهاء المباراة كمان. طبعا كان نفسنا الاول بمسي على كابتن سيد طبعا وكل الموجودين في الاستوديو وقناه الاهلي، يعني دايما يا رب متميزه، ويمكن كنا عايزين نفرح الناس الحقيقه من هنا وجات لنا اكتر من فرصه، انما الحمد لله اللعيبه رجاله عملت ماتش كويس قوي. يمكن
امبارح الطقس كان صعب جدا، الملعب نفسه الحقيقه كان مؤثر، كنا قلقانين ان يبقى في اي نوع من انواع الاصابات. يمكن لو بصينا نلاقي عدد من اللعيبه كان بيتزحلق النهارده وهو بيلعب، ويمكن الحمد لله ان ما فيش اي حاجه حصلت في ال 18 او حاجه كانت ممكن تبقى عامل لنا مشكله في الماتش الجاي. انما بشكل عام احنا ادينا مباراه قويه جدا، لعيبه رجاله ملتزمين الحقيقه، بعث الحقيقه ما شاء الله دايما كده، النادي الاهلي دايما التزام كامل الحقيقه، اللعيبه الجهاز الفني كل الامور اعتقد الحمد لله طيبه جدا. مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه يمكن قرار توفير الطائره ده قرار كان موفق جدا 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 الحقيقه. كنا هنتعب جدا لو الوضع جينا على دفعتين او سافرنا على دفعتين. احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين، هي المفروض طائره على وصول توصل هنا بتوقيت 8 يعني تقريبا 10 في مصر، ونبتدي خلال ساعتين بمجرد ما تتجهز ان شاء الله باذن الله نطلع باذن الله، وربنا ييسر لنا خير ان شاء الله في الرجوع، ان شاء الله تكون الدنيا موفقه. معالي الوزير، ان القرار اللي اتخذ بعد طبعا المحاولات المستميته من مجلس اداره النادي الاهلي لنقل المباراه في ملعب السلام، وده يمكن امر بيرجع للجمهور، المسانده مطلوبه، المسافه بتبقى بعيده شويه، قرار اكيد مميز جدا كمان بجانب قرار الطائره الخاصه. طبيعي النادي الاهلي جمهوره دايما هو سنده، ويمكن جمهور النادي الاهلي وجوده اعتقد في ملعب السلام هيبقى مش حلو. كاس العالم للانديه وكنا ان شاء الله الحصول على البطوله الافريقيه، مشوار طويل لسه، النادي الاهلي عنده مباراه قادمه كابتن سيد باذن الله، يكون الجمهور كالعاده حاضر، يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن سيد، ومستمرين كمان مع كل جمهورنا، نقل لحظه بلحظه وخاصه هنا من غينيا وفريق النادي الاهلي بعد التعادل مع فريق حريه كوناكري. اعود اليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. بعد ما سمعنا زميلنا بوش سمح كريم احمد، وكان معاه رئيس بعثه النادي الاهلي ونائب مجلس اداره النادي الاهلي استاذ عمرو فاروق، وطمنا على البعثه وافرادها وامتى الرجوع باذن الله ومدى اهميه تواجد الجماهير ان شاء الله الرحمن يوم 22، نكمل يا كابتن اسامه في موضوع الجماهير ومدى اهميته في مباراه العوده باذن الله. يعني ان شاء الله انا متاكد بنسبه 100% ان مباراه يوم 22 يوم السبت هيكون جمهور النادي الاهلي متواجد وبكثافه ان شاء الله. دايما جمهور النادي الاهلي معودنا دايما في ظهر النادي الاهلي في الاوقات الصعبه من غير ما احنا نطلبه، هو بيكون متواجد دايما على مر التاريخ، دايما كل بطولات النادي الاهلي دايما جمهور النادي الاهلي هو مشارك فيها، حتى لو في فترات ما كانش جمهور بيحضر في الاستاد، لكن حتى رد فعل الجمهور واحنا كلاعيبه بنتحرك ده كان بينعكس علينا في الملعب. فان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون متواجد في مباراه حريه، وان شاء الله يكون النواحي التنظيميه ميسره للجمهور، ودايما جمهور النادي الاهلي رقم واحد في ظهر الفرق. حتى كان في اللقطات، في اللقطه اللي كان بيعرضها الاستاذ سمير، اللقطه بتاعت جمهور النادي الاهلي وهو عامل اللوجو بتاع نسر الحريه، فاكر المباراه دي كانت امتى؟ فاكر المباراه جبت انت فاول في اول دقيقه، مباراه كانت سوبر سبورت جنوب افريقيا، وكنا محتاجين، كانت لسه المباراه الاولى عندنا في القاهره والمباراه الثانيه في جنوب افريقيا، يعني جمهور النادي الاهلي والحماس اللي بيدولك قبل المباراه بيديك دفع. ايوه هي دي المباراه، كانت سوبر سبورت جنوب افريقي، وكنا راجعين من وقتها من عمره، وكانت اول مباراه لينا، والحمد لله وقتها نزلت، يعني كانت كره عرضيه كانت من احمد فتحي، فاول خمس دقائق في المباراه احرزتها هدف، وكان ده يعني طبعا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الجمهور اللي دايما بيساند النادي الاهلي، ودايما زي ما بقول يعني جمهور النادي الاهلي ده حمايه، فهو دايما في ظهر النادي وهو اللاعب رقم واحد. انا دي مش لوحه او دي رسمه، ده 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 دي اشخاص حقيقه على فكره، دي اشخاص يعني مش حد رسام بيرسمها، دي اشخاص موجوده لكن هم رسامين فعلا، يعني موجوده بشكل حلو قوي، موجوده بشكل جميل قوي يا كابتن عادل، حاجه جميله قوي، مش مساله بس تشجيع وخلاص، كمان ده كمان منظر حضاري في منتهى الجمال، يعني حرام كده ما يبقاش موجود الجمهور في الاستاد، حرام اللعيبه ما تلعبش بالجمال ده، جواها تبقى مستمتعه وعارفه ان في ناس بتتفرج عليها داخليا وخارجيا، المؤازره موجوده، الثانيه الاخيره ممكن يجي فيها هدف، الفرحه، اللمه، الحضن ما بين الجماهير وبعضها، التواجد على المستوى الاسري كمان، مش فئه معينه او جزء معين من الجمهور، لا انا عايز الاسره كلها تكون موجوده، عايز الجيران كلهم يكونوا موجودين، عايز الصحاب كلهم يكونوا موجودين يا كابتن عادل. العبقرية اللي انت شايفها في المدرج دي ده عايزة ناس خبرة عشان يعملوا اللوحة دي. الولاد دول فيهم عبقرة، انك تعمل ال 120 ألف وتعمل اللوحة دي، ازاي انت ترفع ايدك الناس كلها، اللي يرفع ابيض واللي يرفع احمر واللي يرفع اسود، دي عبقرية. العبقرية ديت كمان ان شاء الله يوم السبت اللي بعد القادم اللاعيبة لما تحس وتاخد الخبر ان في جمهور راجع وبالكثافه ديت بيتحمل مسؤوليه من اول الطياره ما تنزل القاهره، هتلاقي اللعيبه ديت
اللي كان مثلا بيتمرنش كويس، اللي كان تعبان شويه، اللي ما كانش بيأدي بالروح القتاليه المطلوبه. هتبص هيبقى عامل حساب يوم السبت القادم ان هو اولا عايز يلعب، ثانيا عايز يجتهد وعايز ينجح، علشان الجمهور ده هو بعد فضل ربنا هو الثقه وهو السند. فانا شايف انه ان شاء الله اللعيبه اكيد جالها الخبر النهارده ان في جمهور جاي في كمان في ملعب السلام. دي كلها مؤشرات ايجابيه ان شاء الله الجمهور هيكون بكثافه. وقبل الكثافه اللعيبه لازم تسعد الجمهور ده وتحملوا مسؤوليه انك لازم تاخد الدور اللي بعد كده ان شاء الله. زي ما قال كمان سياده النائب الاستاذ عبد الفاروق نائب مجلس اداره النادي الاهلي او نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، ان وجود الجماهير مكثف بشكل كبير جدا مطلوب او مطلب لمجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي وكل لاعيبه النادي الاهلي، واحنا كمان في الاستوديو التحليلي هنا مستنيينك عزيزي المشجع الاهلاوي، مستنيينك يوم 22، مستنيينك بالتيشيرت الاحمر، مستنيينك في التواجد في المدرجات، مستنيينك مؤازر ومشجع ومساند. هو ده الدور بتاعك. كل الناس المسؤوله، كل الناس المنظمه، كل الناس اللي هتبقى موجوده في الاستاد ما تقلقوش، يعني الامور التنظيميه، الامور هتمشي بشكل كويس قوي. كل واحد لازم يبقى عارف الدور بتاعه. عزيزي كمان المشجع الاهلاوي، خلي بالك حتى الناس اللي مسؤوله على الامور التنظيميه هي هدفها الاول والاساسي هي سلامتك، سلامه اللعيبه وسلامه الجماهير. فما فيش ادنى مشكله ابدا ان كل واحد يقوم الدور بتاعه، يقوم بالدور اللي عليه. يعني انا عايز انظم، فاشوف الاساليب الادميه اللي تبقى حاجه كويسه جدا في الدخول والخروج للجماهير عشان المباراه تخرج بسلام. وانا متاكد ما فيش اي ازمه خالص لا هنا ولا هنا باذن الله. مكسب ان شاء الرحمن في تواجد جماهيري باذن الله، مكثف ان شاء الرحمن في يوم 22. عايز اعرض لكم حاجتين، اعرض لكم كره حسام عاشور عشان الناس تبقى يعني سالكه خالص. انت عارف يعني ما شاء الله يعني حبايبنا كتار قوي، حبايبنا كتار قوي. اعرض يا عم سمير صوره. بص، اولا اللي لحق الكره هنا حسام عاشور. طبعا حسام عاشور، اوكي. اللي لعب الكره حسام عاشور، لو نفترض انها خالت على الحكم، فبصوا كل جسم الراجل كمارة، تمام. او ده 26 اللي هو محمد مامادو، اوكي. ده الناجي لاعب منتخب النيجر، مامادو، محمد مامادو، كل جسمه بره. نفترض انها لو حسبها حتى يوسف السرايري فهي فاول من بره، اوكي. لا الحكم النهارده صراحه حاجة. احنا ما حسيناش بالمباراه ولا اعتراض من اللاعبين ولا في شد في الملعب. الدنيا سهله، الحكم مسيطر، حتى رياكشناته مع اللعيبه الدنيا سهله جدا. لا النهارده الحكم التونسي ادار المباراه يعني بحنكه، يعني خرج بها يعني مباراه السلام. كولوبالي، سليف كولوبالي، مكسب ثم مكسب ثم مكسب ثم مكسب ثم مكسب. شوفوا ارقام سليف كولوبالي، اتفضل. دي ارقام سليف كولوبالي في لقاء النهارده، المكسب ثم مكسب ثم مكسب ثم مكسب، عد زي ما انت عايز. بص يا سيدي، اكثر من منع تسديدات مؤثره على المرمى 5، تدخلات دفاعيه 2، ارتكب خطا واحد بس في مباراه في دور الثمانيه خارج الارض، خطا واحد بس امام حوريه الغيني او الحوريه الغيني. اكثر من قام بتمريرات طوليه 13، تاكلين صحيح 1، محاولات على المرمى وهو بيلعب سيرد باك الراجل 1، شتت الكره 4 مرات. تحيه كبيره جدا لسليف كولوبالي. عايز اقول حاجه، بيفكرني بطريقه لعبه بعماد النحاس. نفس الهدوء، نفس الباص المظبوط اللي بيطلع من تحت حتى قريب من الطول، وتحس ان هو برغم ان هو يعني ما فيش ده بقاله شهرين في النادي الاهلي، تحس انه بقاله سنين. صحيح. تجانس دخل، حتى الروح بتاعته كانت في مباراه في افريقيا، وكان المباراه اللي اتصاب فيها اجاييه وهو شايله، هي دي روح النادي الاهلي. صحيح. روح الحب والتعاون من اللاعبين. فيعني احنا بنحيي طبعا كولوبالي، وبنحيي برضه كارتيروني اللي هو ضمه في وقت مهم جدا للنادي الاهلي، وكان مكسب كبير للنادي الاهلي. اوكي، يبقى مكسب ثم مكسب ثم مكسب ثم مكسب ثم مكسب سليف كولوباري في كل المباريات اللي لعبها وكل المشاركات اللي خاضها سليف كولوبالي، يعني فعلا مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. كابتن عادل، شكرا. شكرا يا كابتن، ان شاء الله يوم السبت البعد القادم نهني نفسنا جمهورنا بالمكسب ان شاء الله. كابتن حماده، شرفتنا شرفتنا ونورتنا و100 100. بشكرك يا كابتن، ويا رب ان شاء الله يوم السبت اكون انا ان شاء الله موجود معاك، نبقى
نشوف ده لازم انت اللي تكون موجود عشان انت اللي هتعزم. انا الدور عليا في العزومات. امال ايه؟ ما انا اشوف بس مين الدور ما بيجيش عليك. اشوف الثالث مين اللي معانا واشوف. قول لي كويس انت قلت لي عشان اعتذر. كويس انت قلت لي عشان اعتذر. تعالى اسامه معانا. اه ان شاء الله اسامه يبقى موجود معانا. شكرا كابتن اسامه. انا بشكرك كابتن سيد وكنت سعيد طبعا موجود مع كابتن عادل والكابتن حماده وان شاء الله نحتفل بقى ان شاء الله يوم صعود النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لكم ان في مباراه دلوقتي هتقام او اقيمت بعد من حوالي 10 دقايق من دلوقتي بفاتوا يعني بدات الساعه 9 بالظبط. الوداد خسران من وفاق الصيف في الجزائر 1-0. الوفاق او وفاق الصيف متقدم على الوداد 1-0 يعني نتيجه كويسه مش وحشه لكن مرضيه بشكل كويس عقلانيه جدا او مقبوله يعني ومعقوله لكن في النهايه مش ممتازه. على الاهلي الحذر في مباراه العوده، على الاهلي يعني ان هو يبقى حرص شديد في المباراه العوده باذن الله وان شاء الله الرحمن نجيب جول بدري باذن الله. ولو ما كانش جول بدري فانت المباراه ممتده لل 90 دقيقه بدون توتر بدون عصبيه وبدون اي حاجه. اكتر ما يقلقني في اللقاء هو بكاري جسامه ولينا فيه عبره في مباراه الوداد الاخيره اللي كانت احق فيها الاهلي بحظ اللقب في بطوله هي الاكثر روعه على الاطلاق للنادي الاهلي لكن في النهايه كان بكاري جسامه الحكم اللي موجود او اللي كان ادار اللقاء كان له راي اخر. على العموم ان شاء الله الرحمن ننتظر يوم 22 في تواجد جماهيري مكثف بلون تيشيرت النادي الاهلي لون احمر. ده مطلب من مطالب ملعب الاهلي. خليني اشكر فريق العمل وخصوصا الخارجي بس سريعا كل الشكر والتقدير للناس اللي موجوده هنا لكن الناس اللي موجوده هناك كريم احمد واحمد يحيى وافتقدنا يعني كمان دكروري. اشكر كمان احمد بيومي الجرافيك ومحمد مجدي سوشيال ميديا وتامر كمان سوشيال ميديا وكل التقدير للناس اللي موجوده دي كلها. شكرا جزيلا. نتقابل على خير باذن الله في يوم جديد من ملعب الاهلي. الاهلاوي عارف كيانه وعارف بطولاته وعارف تواجده. ما تنساش لونك الاحمر شيرتك الأحمر يوم 22. We'll be right back.